طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. ازيكم يا جماعة، ايه الأخبار؟ عاملين النهاردة؟ تمام. مين واجه مشكلة وهو بيدخل القاعة؟ ومين واجه مشكلة النهاردة في اليوم بتاعه؟ وتصرف معاها ازاي؟ تمام. مين فينا كان في يوم من الأيام بيتضايق قوي من سلوك حد قريب منه؟ تمام. الكذب هو من أكثر السلوكيات السلبية. إحنا النهاردة بنتكلم عن السلوك الإيجابي. السلوك الإيجابي يعني إيه؟ إزاي أتصرف بإيجابية مع أصحابي، مع الناس، وأنا واقف أتكلم قصاد الناس أتصرف إزاي؟ مع أهلي. تمام أستاذة هدى، أهلا بيكي. الناس اللي متعرفنيش، لأن في ناس كتير ما حضرتش إمبارح، أنا اسمي محمد وحشي، مبسوط جدا أنا موجود معاكم النهاردة. ومبسوط اكتر وانا بشرح الدفعه الثالثه من التدريب برايت يور فيوتشر، المستوى الاول الثقه بالنفس والسلوك الايجابي واداره الوقت. النهارده تاني محاضره عن السلوك الايجابي، ودي الدفعه الثالثه اللي اتعمل فيها الكورس ده. اتعمل مرتين قبل كده وهيتعمل مرتين بعد كده، في نص يناير وفي اخر يناير. السلوك الايجابي في كذا نوع من انواع السلوك الإيجابي. في كذا نوع من انواع السلوك عموما، انما احنا النهارده هندرس ازاي اتعامل مع اصحابي، ازاي اتكلم معاهم، ازاي اديهم فرصه ان هم يتكلموا معايا. كم واحد فينا بيتكلم مع اصدقائه عن نفسه فقط؟ كتير. ويمكن انا ساعات تفضل تتكلم 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 وانت اساسا عاوز تقول له يا عم انا بحب اتكلم عن نفسي، انا مش عاوز اتكلم عن نفسي، بحس ان انت من جواك عاوز تقول له كده، وهو عاوز يقول لك بطل تتكلم عن نفسك. وانتوا الاثنين في مشاحنات، ان كل واحد فيكم عاوز يتكلم عن حاجه معينه. فافضل طريقه انك تشجع اصحابك ان هم يتكلموا عن نفسهم وفي الحاجه اللي بيحبوها. شجع اصحابك ان هم يتكلموا عن نفسهم زي ما انت كمان عاوز تتكلم عن نفسك، هم كمان عاوزين يتكلموا عن نفسهم. زي ما انت كمان عندك انجازات، هم عندهم انجازات. زي ما انت عندك نجاحات، هم عندهم نجاحات. زي ما انت عندك حاجات كويسه انت عملتها وحاجات وحشه انت عملتها محتاج تحكيها للناس، وهموم وفرح وزعل وحاجات كتير، هم عندهم برضه نفس الحاجات دي، هم بشر زيهم زيك بالظبط. فهم بيعانوا نفس المعاناه بتاعتك. بتختلف المعاني بتاعت المعاناه عند كل واحد، انما المعاناه واحده. زي امبارح لما كنت بكلمكم في الثقه بالنفس، لو حد حضر امبارح لما كان بيقول لي على نقطه السعاده، لما قلت لكم السعاده ليها معنى واحد مختلف عند كل شخص. سعاده بالنسبه لحد ان هو يكون عنده فلوس، سعاده بالنسبه لحد ان هو يعيش مع اهله مرتاح، سعادة بالنسبة لحد تاني في العطاء، سعادة بالنسبة لحد رابع لأن هو يشوف الناس مبسوطة. كل واحد بيختلف من عنده مفهوم السعادة، إنما بيبقى في الآخر طعم السعادة واحد، ما بيتوصفش ما بيتفهمش، هو طعم واحد. إحساسك بإنك سعيد، فرحان، حاسس بإيه؟ سعيد. يعني ايه سعيد؟ مش عارف بس انا فرحان. سعيد عندك ايه يعني؟ مش عارف بس انا فرحان مبسوط. طب اوصف لي. مش عارف اوصف لك، لازم انت تحس الاحساس ده. عايز تحس بطعم السعاده، حط هدف وحققه. حط هدف واحد وحققه، تحس بطعم السعاده الى حد ما. ولما تحقق هدف اسبوعي وشهري وربع سنوي ونصف سنوي وثانوي، هتحس ساعتها بطعم السعادة. دايما عود نفسك انك تعمل هدف يومي، اسبوعي، شهري، كل 3 شهور هدف، كل 6 شهور هدف، وكل 9 شهور هدف، وكل 12 شهر هدف.
وحط لنفسك رؤية كبيرة قوي ان الاهداف اللي انت بتعملها دي كلها توصلك للرؤية دي من خلال رسالتك اللي انت بتعمل الاهداف دي من خلالها. انما نرجع لموضوعنا، لما تيجي تتكلم مع حد دايما تشجعه ان هو يتكلم عن نفسه. سمعني، انت عملت ايه النهاردة؟ احكي لي. وهتعمل ايه؟ طب انت قاعد دلوقتي بتعمل ايه؟ طب انت هواياتك ايه؟ انت نفسك تكون ايه؟ طب انت ما حددتش حلم؟ لا ما حددتش حلم يا راجل، ده انت لازم تحدد حلم، ده الاحلام دي مهمة جدا وكذا وكذا. طب قول لي انت بتحب ايه وانا ممكن اساعدك. شجعهم برضو يتكلموا في الحاجات اللي بيحبوها، لان كل واحد بيحب ان هو ايه، ياخد فرصة شوية ان هو يتكلم عن نفسه، وكلنا كده، كلنا بنحب نتكلم عن نفسنا. فانت زي ما انت بتحب تتكلم مع نفسك، لازم الاشخاص كمان تديهم فرصة يتكلموا عن نفسهم معاك. ساعتها هتحس بإيه؟ ساعتها هتحس إن كل الناس اللي حواليك بتحبك. لما حد بيلجأ لشخص يطبطب عليه وقت همومه هيجي لك أنت. ليه؟ الشخص ده بيسمع، الشخص ده بيحترم وجهة نظري، الشخص ده. فكنا بنقول إيه؟ إن دايما أصحابك هيلجأوا ليك لما تكون أنت مصدر قوي عندهم إنك تخليهم يتكلموا عن نفسهم. النقطة اللي بعدها بتقول إيه؟ تخيل نفسك إنسان ناجح باستمرار. نفسك إنسان ناجح باستمرار يعني إيه؟ لما تتخيل نفسك إنسان ناجح، كل الناس حتى أنت نفسك هتشوف نفسك على إنك ناجح، كل الناس هتشوفك على إنك ناجح، هتمشي مشية إنسان ناجح، هتتصرف بتصرفات إنسان ناجح، هتعيش عيشة إنسان ناجح. الإنسان الفاشل لما بيقوم من النوم بيكون متضايق جدا. فالإنسان المتشائم دايما بيكون شايف كل حاجة بتحصل حواليه علشان تمنعه ان هو يوصل للحاجة اللي هو عاوزها. إنما الإنسان الناجح دايما بيكون صاحي من النوم نشيط جدا، محافظ على صحته، لأنه لما تتخيل نفسك إنسان ناجح باستمرار، كل الناس هتشوفك إنسان ناجح، كل الناس هتبقى فرحانة إن هي تعرف حد زيك. ليه؟ لأن أنت إنسان ناجح. انت في الحقيقه انسان ناجح؟ لا، بس الناس شايفاك بتتصرف كانك ناجح، غصب عن الناس هيقولوا عليك انسان ناجح. منظم وقتك، بتتكلم كويس مع الناس، عندك ثقه عاليه جدا في نفسك وانت بتتكلم، فده بيخلي الناس كلها وهي بتسمعك تقول اه ده الشخص ده ناجح، الشخص ده انا تنبأ له بالنجاح. مش بتحصل ان احنا بنشوف ناس نقول لهم انا تنبأ لك انك تنجح جدا، ده بيحصل نتيجه ايه؟ ان هو شخص ناجح، ان هو واثق من نفسه. معايا يا جماعة؟ تمام. النقطة اللي بعدها، النقد البناء للذات. النقد البناء للذات هو من أهم السلوكيات في العالم. اسكت دقيقتين علشان الأذان. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أعلى، وأقوم والعزة لله. تمام، نكمل يا جماعة. النقد البناء للذات أو أسلوب التحدث مع الذات هو من أكتر وأقوى الحاجات المؤثرة على تكوين شخصيتك وبرمجتك الذاتية. إزاي؟ هشرح لكم دلوقتي. دايما بقول في أي محاضرة من محاضرات السلوك الإيجابي إن في أحد الجامعات في كاليفورنيا عملت دراسة على التحدث مع الذات سنة 1983، قدرت توصل من خلالها ان اكتر من 80% من اللي بتقوله لنفسك بيكون سلبي وبيشتغل ضد مصلحتك، وده بيسبب القلق وبيسبب اكتر من 75% من الامراض اللي بتجيلك في حياتك. حاجات تخد ولا لا؟ حاجات تخد. اذا التحدث مع الذات مهم ولا لا؟ ده اهم حاجة في حياتك، التحدث مع الذات اهم حاجة في حياتك. المؤثرات الداخلية والخارجية إزاي؟ مصادر التحدث مع الذات هم الوالدين، المدرسة، الأصدقاء، الإعلام، وإنت. إزاي؟ الوالدين طبعا إحنا عارفين كل ده، إن الوالدين طبعا بيكونوا إيه، ليهم دور كبير جدا في إن هم يحفزونا أو يدونا رسائل إيجابية أو سلبية. دكتور تشاد هيلمستر بيقول إن في خلال أول 18 سنة من حياتك، وعلى افتراض نشأتك في عيلة إيجابية لحد المعقول، بيكون اتقال لك أكتر من 148 ألف رسالة سلبية، وعدد الرسائل الإيجابية 400 بس.
فبيتم برمجتك سلبيا. متخيلين الرقم؟ يعني في أول 18 سنة ليك بيتقالك 148. دي الأسرة إيه؟ دي أسرة إيجابية، ولو افترضنا إن هي أسرة إيه؟ لا إيجابية ولا سلبية، أسرة عادية جدا. 148 ألف رسالة سلبية، ده لو أسرة إيجابية إلى حد معقول، وقصاد 400 رسالة إيجابية. فأنت متبرمج سلبيا وأنا متبرمج سلبيا. طيب إزاي نتغلب على كده؟ هقول لكم دلوقتي. المصدر التاني هو، نسيت أقول لكم حاجة، دكتور تاد جيمس كان بيقول إيه؟ لما تبلغ السن السابع من عمرك بيكون أكتر من 90% من قيمك اتخزنت في عقلك، ولما بتتم 21 سنة بتكون شخصيتك اكتملت. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المصدر الثاني هو المدرسة. كم واحد مننا كان عنده مدرس بيقول انتوا ما تفهموش حاجة، وانتوا أغبياء، وانتوا عمركم ما هتنجحوا في حياتكم؟ كم واحد؟ كتير. صح ولا غلط؟ كتير كانوا بيقولوا لنا، وكتير كانوا بيقولوا لنا ايه؟ انت بتعمل كذا وانت غبي وانت مش عارف ايه. دكتور في الجامعة، انا بتكلم عموما مدرسة او جامعة، عموما المكان التعليمي، كان بيقولوا لنا ايه؟ مش تعمل كذا ومش هتنجح وهتفشل والكلام ده كله. فده طبعا بيساعد كويس قوي ان انت تتبرمج سلبيا. انت بنشر بس عندي ان المشكله اتحلت وان الناس تدخل على القاعه. تمام؟ ف قوه تاثير في الذات بيكون من مصادرها المدرسه، الوالدين، الاصدقاء. العمر من 8 ل 15 سنه بيكون عندك فتره الاقتداء بالاخرين وتقليد السلوك. يعني ايه؟ يعني انت من سن 8 ل 15 سنة بتبدأ تقلد سلوك الآخرين، تبدأ تقتدي بالناس، بتبدأ تحدد انت عاوز تبقى زي مين، صح ولا غلط؟ ولو كل واحد لاحظ كده في حياته هيحس ان هو فعلا الإحصائية دي صح. طبعا في بيبقى في شواذ، يعني مش كل الناس ايه بتبقى نفس الحاجة، انما طبعا ايه دي احنا بنتكلم على حاجات الأغلبية. الإعلام، الإعلام هو من أكتر الوسائل اللي ممكن تأثر عليك سلبيا أو إيجابيا. الإعلام، مثال على الإعلام بسيط جدا، إن في، دايما بقول المثال ده، كان في مغنية مشهورة لبست فستان معين، بعدها بأسبوع بصوا لقوا 50 ألف واحدة. ففي نفس الأسبوع ده كانت 50 ألف واحدة لابسة نفس الفستان اللي المغنية دي لبسته. فإذا الإعلام ليه مشكلة كبيرة جدا في إنه يؤثر على الناس. تمام؟ حاجة تانية، أنت نفسك. دكتور هيلمستر، تشاد هيلمستر، بيقول إن أي حاجة بتحطها في ذهنك سواء كانت سلبية أو إيجابية هتبنيها في النهاية. أي فكرة بتحطها في دماغك، أي فكرة بتحطها في عقلك بتتقلب بشكل إيجابي أو سلبي عليك. زي ما قلت لكم إمبارح إن العقل ده عامل زي الناس اللي قاعدة تتكلم مع بعض، خلايا العقل عامل زي الأشخاص. يعني أول ما تقول فكرة عقلك بيقول لكل الخلايا اللي حواليك الفكرة دي. تمام؟ إذا لازم ناخد بالنا كويس قوي من أي كلمة بنقولها لنفسنا، لأن أي حاجة بتقولها هتطبع جواك وهتبدأ تبقى عادة، وهتبدأ تبقى طبع، وهتبدأ تكون شخصيتك، وشخصيتك هتحدد أنت فين دلوقتي وأنت رايح فين، لأن القرارات هي اللي بتحدد مصيرك. تمام؟ في مستويات عندنا للتحدث مع الذات. أول مستوى اسمه القاتل الداخلي. القاتل الداخلي ده بيعمل إيه؟ القاتل الداخلي ده مهمته كله إن هو يخليك فاقد للأمل وما عندكش أي كفاءة، قدامك حواجز كتير قوي. يعني بيبعت لك إشارات سلبية زي أنا ضعيف، أنا ذاكرتي ضعيفة، أنا ما أقدرش، أنا شكلي وحش. تبدأ تحدثك السلبي مع نفسك يبعت إشارات سلبية للعقل الباطني يرد استمرار لحد ما تبقى جزء من اعتقادك القوي، بعد كده يأثر على تصرفاتك وأحاسيسك. عارفين زي فيلم أحمد حلمي لما قعد يقول إيه؟ أنا غني أنا غني أنا غني أنا غني أنا غني. على اعتقاد منه إن هو لما قرأ الكتاب وبيقول أنا غني، ردد الكلمة دي فيقول إيه؟ إن هو هيبقى كده. أهلا، إسلام الغندور، واحد من أعز أصدقائي. تمام. المستوى التاني كلمة لكن السلبية. إنك هو مستوى عاوز يتغير، هو مستوى متفائل لها،
وعاوز ان هو يكون ايجابي، لكن بيحط كلمة لكن اللي بتمحو كل الايجابية اللي قبل. يعني زي ايه؟ انا نفسي ان انا اخس، ما اعرفش، انا نفسي ان انا اعمل، نفسي ان انا العب رياضة بس مش هعرف. لا يا اسلام، هو انا بس اللي بتكلم، هو اسلام يا جماعة هو جديد في الموضوع ده، اول مرة يدخل قاعة تدريبية. هو دي باختصار بتكون ان واحد بس هو اللي بيكلم والباقي بيسمع، ولو حد عاوز يشارك او كده ممكن نفتح له المايك. ماشي يا اسلام. المستوى الثالث هو ده احسن مستوى، هو ده مصدر القوة، هو ده علامة الثقة بالنفس والتقدير الشخصي، واقوى مستوى للتقبل الايجابي. زي انا اقدر ان انا اعمل كذا، انا قوي، انا انسان ممتاز. كل واحد فينا بتلاقيه دايما ما بين المستوى الثاني والمستوى الاول، قليلين مننا قوي اللي تلاقيهم ايه بيستعملوا المستوى الثالث، صح ولا غلط؟ ها، قليلين مننا تلاقيهم ايه بيستعملوا المستوى الثالث كتير. معظمنا بيكون ما بين المستوى الثاني والاول، اللي هو الاول ايه اللي هو لا مش هقدر، لا في مشكله. انما الثاني اللي يقول لك ايه انا اقدر اعمل كذا، بس في مشاكل. تمام. المستوى الثالث يقول لك لا انا هقدر اعمل كذا، مفيش مشكله، انا هحل المشاكل اللي قدامي. ها، معظمنا بيبقى في انهي مستوى فيهم؟ التاني. قليلين بيكونوا في الاول وقليلين بيكونوا في التالت. احنا دايما بننحصر في النص تقريبا معظمنا، لان كلنا عاوزين نكون ايجابيين، بس للاسف كلمه لكن دي هي اللي بتحول كل الايجابيه اللي احنا بنفكر فيها لسلبيه. تمام. كلمه لكن السلبيه، مش لكن اللي بتتكلم بيها مع اصحابك. تمام. في عندنا 3 انواع للتحدث مع الذات. خلاص خلصنا المستويات والمصادر، هنخش في الانواع. بعد كده هقول لكم على طريقه نحسن جلوسنا مع الذات. انتوا سامعيني يا جماعه؟ تمام. طيب ردوا عليا بقى، حسوني ان انتوا معايا كده، بس انا احس ان القهوه وقعت تاني. اول حاجه التفكير. النوع ده قوي جدا وبيوصل لنتائج خطيره، ممكن يؤدي للاكتئاب وبيأثر سلبيا على الصحه البدنيه. مثلا لو فكرت في حد انت مش بتحبه، فتفتكر المواقف اللي كان الشخص ده اتطرف فيها، وتسمع كل اللي بتقوله لنفسك. فلاحظ الإحساس اللي هتحس بيه. ممكن نغمض عينينا كده لمدة نص دقيقة ونفكر في حد احنا مش بنحبه، ونفكر في كل حاجة بتفكرنا بيها. مش دلوقتي طبعا، بقول ايه بعدين، عشان نشوف احنا هنحس بيه ونعرف تأثير الإحساس ده علينا. فالتفكير بيكون ليه نتائج خطيرة، لأن انت عقلك أقوى حاجة موجودة على كوكب الأرض، أقوى حاجة تقدر إن أنت إيه من خلالها تنجح. فعلشان كده عقلك ده، خلي بالك من أفكارك، وخلي بالك من الفكرة اللي أنت بتزرعها جواك، ومن أي كلمة بتفكر فيها، وأي كلمة بتحطها في دماغك حتى لو كانت في سرك. فرانك أوتلو بيقول: راقب أفكارك لأنها ستصبح أفعال، وستصبح عادات، ثم طباع، ثم ستحدد مصيرك. الحوار مع النفس تاني نوع. دول مش بالترتيب، بقول لكم الانواع. يعني حوار مع النفس ده اللي هو حد بيخش في جدال مع نفسه، النفس اللي هو انا، هو كده هو يدخل في جدال كانه بيكلم حد. بعد ما يحصل موقف معين مثلا، يحس ان هو كانه بيكلم حد وعمال يجادل فيه، يقول له اصل انت عملت كذا، طب انا ليه اتصرفت بالشكل ده، المفروض كنت اتكلم واقول كذا، انا كان نفسي، كنت اتمنى ان انا لو كنت قلت له الرد ده كان زماني دلوقتي ما اتخانقناش مع بعض، ولا كان حصل اي حاجه. انا ايه اللي خلى المشكله دي تحصل؟ انا ايه اللي خلاني ارد بالطريقه الفلانيه؟ فتلاقي دايما الموضوع ده بيأثر عليك سلبيا، اما لو كنت انت بتستعمله بشكل صحيح. هل بدون امكانيات ممكن تنجح؟ امكانيات اللي هي ايه؟ امكانيات اللي هي بدونها ممكن انجح، اللي هي ايه؟ الامكانيات الماديه، ممكن انجح. امكانيات معنويه، لا، لان مين اللي هينجح؟ انا هنجح ازاي من غير ما يكون عندي معنويات عاليه؟ مش هينفع. تمام. اخر واحد واخر نوع هو التعبير بصراحه والجهر بالقول. بتتكلم مع نفسك بصوت عالي وبعصبية، أو بتتكلم مع حد في حوار سلبي مع نفسك عن نفسك. يعني مثلا تقول لواحد صاحبك: والله أنا اتخنقت من نفسي أوي، أنا مش عارف أنا بعمل ومش عارف.
انا ليه بعمل كده، وانا ليه وحش، وانا ليه مش. تلاقي صاحبك دايما يقول لك هو عشان صاحبك هيقول لك ايه، معلش والله انت كويس ومش عارف ايه، تمام. انما انت من جواك بعد ما تخلص الحوار هتستفيد ايه؟ ولا هتستفيد اي حاجه، بالعكس ده انت ممكن تتقلب سلبي اكتر، وممكن صاحبك يقول لك كلام سلبي. دايما الحاجات دي بتولد احاسيس سلبيه جدا هدامه، وتقلل من اداء ادوارك في جميع مجالات الحياه. التحدث للذات بطريقه سلبيه بيبرمج العقل باشارات سلبيه تصطر وترسخ في العقل الباطن وتصبح عادات. العالم الالماني جوتا بيقول اشر الاضرار اللي ممكن ان تصيب الانسان هو ظنه السيء بنفسه. وفي حديث شريف لا يحقرن احد نفسه. براين ويليامسون بتقول في استطاعتنا في كل لحظة تغيير ماضينا ومستقبلنا بإعادة برمجة حاضرنا. العقل الباطن يحتفظ بالرسائل الإيجابية التي تدل على الوقت الحاضر. 5 قواعد عشان تبرمج عقلك الباطن. لازم رسالتك تكون واضحة ومحددة جدا، ولازم تكون رسالتك إيجابية، لازم تدل على الوقت الحاضر، لازم تبقى عندك إحساس قوي بمضمون الرسالة، لازم تكرر الرسالة دي كذا مرة. أول قاعدة تكون رسالتك واضحة ومحددة جدا، تكون رسالتك إيجابية، تدل رسالتك على الوقت الحاضر. يعني واضحة ومحددة، أنا متسرع، أنا مش عاوز أبقى متسرع، أنا مش هبقى متسرع تاني، أنا أقدر أعمل كذا. تكون رسالتك إيجابية، حاجة إيجابية مش حاجة سلبية. يعني أنا هقدر أحل المشكلة. تدل رسالتك على الوقت الحاضر، بلاش تحطها على المستقبل، لأن عقلك هيحتفظ إن الرسالة دي ليها علاقة بالمستقبل مش بالوقت الحاضر، فبالتالي مش هيحصل لك أي تأثير دلوقتي. لازم رسالتك تبقى أنت حاسسها جدا وحاسس مضمونها ومتغلبة على مشاعرك وأحاسيسك بشكل قوي جدا. ولازم تكرر الرسالة عدة، أنا أقدر أنا أقدر أنا أقدر. صدقوني يا جماعة، أكتر 3 كلمات وأهم 3 كلمات أي بني آدم في العالم ممكن يقوله لنفسه هو Yes I can، نعم أنا أستطيع. أهم 3 كلمات أي بني آدم في العالم محتاج إن هو يقوله لنفسه، أنا أقدر. في تمرين بعد ما نخلص المحاضرة لازم كلنا نعمله واحنا قاعدين مع نفسنا، تكتب على الأقل 5 أفعال سلبية ليها تأثير عليك بتقولها كتير أو بتتقلق كتير، تكتبها على ورقة، وأول ما تخلص ترمي ورقة، تحرقها أو ترميها، تعمل فيها اللي تعوزه، تقطعها وترميها أو تحرقها. اكتب 5 رسائل إيجابية بتدي لك القوة، وابدأ بكلمة أنا، زي أنا ذاكرتي قوية، أنا إنسان ممتاز، أنا مش ضعيف. اكتب الرسائل الإيجابية دي في نوت بوك صغيرة واحتفظ بيها معاك، وخد نفس عميق جدا واقرأ كل رسالة ورا تانية لحد ما تفهمهم كويس أوي، وابدأ تاني واعمل التمرين ده 10 مرات ورا بعض. غمض عينيك وتخيل نفسك بشكلك الجديد وافتح عينيك وابدأ من النهاردة. احذر ما تقول لنفسك، واحذر ما تقوله للآخرين، واحذر ما يقوله الآخرون لك. لو مشيت بالمبدأ ده هيكون حياتك إيجابية جدا، تحدثك مع نفسك إيجابي جدا، لأن الاعتقاد هو أهم حاجة ممكن تنقلك من مكان لمكان. ليه؟ إحنا عارفين إن إحنا مثلا إحنا شايفين دلوقتي الباوربوينت قصادنا أبيض، مين قال لك إن ده أبيض؟ انا عارف ان هو ابيض، انت مين قال لك انت ابيض؟ انا اتعلمت ان انت ابيض، تمام. انا من صغري وانا بتعلم ان ابيض، واللون المحيط بالقاعه ده اسود، واللون اللي جنب السلايد ده تمام احمر ازرق اخضر، تمام. طيب مين قال لك ان الالوان دي؟ ايه اللي عرفك؟ انت ايه اللي خليك متاكد اوي ان اللون ده اسود؟ ايه اللي خليك متأكد أوي ان اللون ده اخضر؟ مين قالك ان اسمه اخضر؟
انه ندرمك على كده من هو صغير، فعلشان كده كل حاجة ما بتجيش مرة واحدة. انت لازم تعود نفسك، لازم تعود نفسك على الكلام الإيجابي. الاعتقاد هو مولد التحكم في الذات. دكتور ريتشارد باندلر بيقول إن للاعتقادات قوة كبيرة، فإذا استطعت أن تغير اعتقادات أي شخص فإنك من الممكن أن تجعله يفعل أي شيء. في أطباء بيبقوا ممتازين جدا في تغيير اعتقادات المرضى بتوعهم علشان يخفوا من خلال معتقداتهم، ودي بتحصل فعلا. النقطة اللي بعدها بتقول إيه؟ تعجل بهدوء ستذهب أبعد. خلي بالك من طريقك، امشي بسرعة بس ما تجريش، لأن لو جريت ممكن تتكعبل، ولو اتكعبلت هتنزل من السلم لحد الآخر. ما تبقاش متسرع في اتخاذ قراراتك، بس ما تبقاش بطيء في اتخاذ قراراتك. خليك بين البنين، تعجل بهدوء ستذهب أبعد. أي واحد في الدنيا لازم يبقى سريع في حياته، يقع حياته سريع بس ما يجريش، ما تبقاش مستعجل. تمام. تواصلك مع الآخر، شايفين الرقم اللي قدامنا ده؟ لما أجي أتواصل مع حد أنا ببقى 7، هو بيبقى 8. أنا أتواصل مع حد، ودي مشكلة إحنا بنواجهها كبيرة جدا، إن أنا إيه، لما بسمع وجهة نظر حد ممكن ما أحترمش وجهة نظره دي، أو ممكن يعني اقول ايه، خلاص خلاص انا هريحه واقول له ان هو صح، بس انا عارف من جوايا ان انا صح. تمام. يعني فتيجي تتكلم مع حد يقول لك والله انا شايف ان احنا يعني نكون بنعمل كذا ويكون عندنا مشاريع كذا وكذا، ازاي يعني؟ لا طبعا، انا شايف ان اول حاجه المفروض تتعمل ان هي كذا كذا، انت ما بتفهمش اساسا. في ناس بتاخدها باسلوب هجومي كده، بتاخدها بالراحه، تقول لك ايه، لا ما ينفعش ان انت بتقول ده، انت بتتكلم غلط، ازاي يعني انت بتقول حاجه زي دي؟ وانا واحد تاني يقول لك ايه، انا متفق معاك في كل اللي انت بتقوله، بس يعني انا للاسف وجهه نظري مختلفه خالص عن اللي انت بتفكر فيها. يعني اه انت وجهه نظرك صح وجميله وبتعبر عن قناعتك الشخصيه بموضوع معين، بس انا ممكن اعرض عليك حاجه تانية جايز تكون احسن. يبدا هو يسمعك يقول لك ايه، تمام مظبوط يا اسلام، فيبدا هو يسمعك يقول لك طب قول لي اللي عندك، او يمكن تقول له، يقول لك كمان طب قول لي يمكن انا غلط، وممكن بعد ما تشرح له يقتنع بوجهة نظرك يقول لك صح، ممكن تعلمني بقى، يعني لو عندك وجهات نظر في المواضيع ممكن نتناقش فيها. ليه؟ هيحس ان انت واحد متقبل الرأي، فهيبدأ يتكلم معاك كتير قوي، ويبدأ يناقشك ويتعلم منك، وانت كمان هتستفيد منه، وهتلاقي نفسك ان انت كنت غلط في حاجات. تمام. الاسلوب بيفرق كتير طبعا، وهو كمان كان غلط في حاجات، فطبعا ايه، المناقشة مش الجدال، المناقشة. الجدال هو الحوار العقيم اللي ما بيجيبش أي فايدة. الاتنين بيتكلموا في موضوع والاتنين مش هيقتنعوا، الاتنين بيجادلوا عشان كل واحد يثبت للتاني بالقوة، بالعنف، بالصوت العالي. ربنا يخليك يا إسلام، ربنا يخليك يا حبيب قلبي. فإنما الشخص، والله بصدقك يا إسلام، إنما الشخص العنيف دايما الناس بتبعد عنه، ما بتحبش ان هي تتناقش معاه خالص. النقطة اللي بعدها بتقول ايه؟ المشاعر المطلوبة، ان انت لازم تحس بالناس. يعني ايه؟ يعني ما يجيليش حد متضايق وخلاص دمعته على عينيه وهتنزل، وانا اقعد اتريق عليه واقول له ده انت فرفور، ده انت مش عارف ايه، ده انت ازاي تقول اللي انت بتقوله ده يا عم، حرام عليك، هو في حد دلوقتي بيعمل؟ ما تزعلش يا عم، ده مش عارف انت، دي حاجه تزعل اساسا، فكك يا عم وما تعيشلناش في الدور. او تيجي تكلم حد يقول لك يا عم والله انا عندي مشاكل اكبر منك، بس احنا مش في مسابقه، يعني مش في تحدي، تدمير نفسي مظبوط. لما اجي اكلم حد واحكي له واقول له انا عندي كذا وكذا وكذا، يقول لك ايه يا عم، انا عندي والله اكتر منك ومش عارف انت، ايه الهبل اللي انت بتقوله ده، انت لو شفت الحاجات اللي يعني انا عندي كتير قوي فعلا. انت حاسس ان انا في مسابقه، في تحدي، يعني انت بتتحداني في الهموم، يعني مش عارف انت، يعني حتى في دي بنتحدى بعض. يعني انا بقول لك عندي هموم، عايز حد يسمعني، حد يتكلم معايا. فتلاقي طبعا ايه،
ان الدنيا طبعا قدامك اتسدت بان واحد من اصدقائك المقربين بيقول لك اصل انا عندي كذا، تلاقي نفسك تحس انك لوحدك. طبعا يقول لك بقى لي 3 ايام متطبق، ده انا تعبان اكتر منك، ده مش عارف ايه. واحد ينتفس في ايه؟ هو ده الطبيعي؟ تمام. وغير كده انا جاي لك متضايق، عاوز تحكي لي انك تعبان من حاجه، ممكن تسمعني الاول، ممكن تخفف عني بعد كده احكي لي. تمام. فلما حد يكون متضايق اتعلم دايما ان انت تطبطب عليه، لان دي حاجه بتفرق معاه جدا. ومفيش حاجه اسمها اصل ما ينفعش ان انت ايه تزعل، اصل الدنيا مش مستاهله، اصل مش عارف ايه. لا، الدنيا مستاهله، في حاجات مستاهله كتير قوي ان الواحد يزعل عليها، في حاجات كتير في حياتنا تستاهل ان الواحد يبكي عليها. تمام. الافكار تصبح اشياء. شايفين القطه اللي قصادنا دي؟ قصادنا دي باصه في المرايه شايفه نفسها اسد. هل هي اسد؟ لا. هل هي ممكن تبقى اسد في يوم من الايام؟ لا. هل هي ممكن تبقى في قوه الاسد؟ لا. انما هي واثقه من نفسها، هي بتفكر في ان هي شخصيتها من جواها شخصيه اسد. هل هي ممكن تبقى شخصيه اسد؟ اه، لو فكرت ان هي تبقى اسد، لو كل واحد مننا فكر ان هو يبقى اسد في طريقه تعاملاته مع الناس، اسد في ثقته بنفسه، اسد في قوته، في طبعا قوته في الحق، طبعا اسد في كل حاجه، هيبقى اسد. اه، هيبقى اسد. اراده ممكن تعمل اللي ما يقدرش عليه الاسد فعلا. ممكن ساعات كتير قوي لو الواحد تخيل نفسه حاجه ممكن يعديها بكتير. النقطه بعدها بتقول ايه؟ القلم الحاد يكون سهلا في القراءة عكس السائق، يعني إن أنا أكون محدد في أفكاري. لو جيت أكتب بقلم رفيع سنه رفيع وقلم تاني سنه تخين، هيكون مين أوضح بالنسبة لي؟ الرفيع، واضح محدد. القلم السميك هيكون بالنسبة لي منغبش مش عاجبني، وكل شويه هفضل ابري فيه علشان سنه يرفع، عشان يبقى محدد ويبقى حاد واعرف اقراه. فدايما القلم الحاد بيكون اسهل في القراءه عكس السنين. بنخلي دايما ايجابيه محدده واضحه عشان نعرف نروحها ازاي وما نشتتش نفسنا وما نبقاش حياتنا منغبشه وما لهاش اي فايده. ليه؟ لان العالم يفسح الطريق للمرء الذي يعرف الى اين هو ذاهب. النقطه اللي بعدها تنافس مع أصدقائك على فعل الخير لكن لا تجبرهم، زي ما يكون حد عاوز يعمل حاجة خير، حاجة خير جميلة جدا، جميل جدا أي واحد في الدنيا يعمل خير، وأحلى حاجة في الدنيا الواحد يعمل صدقة، لكن إنك إيه تجبر صاحبك على حاجة، زي ما تلاقي أي حد يقول لك تعال معايا نروح مثلا يعني نعمل نتبرع بالدم، فيقول لك إيه معلش مش عايز. تقول له يا عم في ايه ده، احنا ده في ناس كتير نحن، ده في ناس بتموت، ده في ناس يا عم مش عايز. طب خلاص مش مشكلة. بعد 2 دقيقة بالظبط يكلمك يقول لك يعني انت مش جاي يعني؟ يا عم مش عايز. خلاص طب ليه مش جاي؟ ده انت مش عارف هيحصل لك ايه، انت عارف فايد التبرع بالدم؟ يا عم انا عارف مش عايز اجي. ولا يهمك يا اسلام. كنا بنتكلم في حتة انك تتنافس مع اصحابك على فعل الخير لكن ما تجبرهمش. فتلاقي ايه ان اصحابك هينفروا منك الا لو في ايه، لو حاجه زي الصلاه مثلا، حاجه زي حاجه ايه، حاجه مهمه، حاجه لازم يعملها، تقول له ايه ما تيجي نصلي، يقول لك ايه لا يا عم مش متعود معلش ان انا اصلي في الجامع، مش يا عم تعالى بس. تلاقي إيه؟ شهرين ثلاثه كده وتقوم مفكره بالموضوع تاني، تقول له تعالى ما انت ما بتصليش في الجامع مش عارف، انت عارف. فتلاقي نفسك ايه واحدة واحدة مش كل شوية، لان انت لو زنيت على حد كل شوية لو زنيت على حد كل شوية في موضوع معين هيزهق منك وهيمشي ويبعد عنك، حتى لو كان الموضوع ده مهم وحتى لو كان هو غلط. صدقني كل واحد عارف هو بيعمل ايه كويس قوي، وكل واحد عارف الخير اللي بيعمله، ما تضمنش الشخص اللي قدامك ده ممكن يكون عند الله اقرب منك في الخير وفي الحاجة اللي هو بيعملها. لو كان هو بيعمل حاجة غلط وانت متأكد ان هو بيعمل حاجة غلط، يبقى تحاول تصلح منه. سمعكش خلاص، طالما الحاجة دي مش بيأذي بيها غير نفسه خلاص. تتكلم معاه امتى؟ لو لقيته بدأ يأذي نفسه بشكل مبالغ فيه.
لو لقيته فعلا، انما انا بقول لك انا اقصد ايه، ان كل واحد عارف الغلط اللي هو بيعمل غلط، كل واحد عارف الغلط اللي بيعمله. بيقول لك ما انا عارف ان انا غلط ان انا اعمل كذا، انا عارف الغلط ان انا ما اصليش، بس ايه تيجي بعد كده انا عارف ان انا غلط ما اتبرعش بالدم، بس انا مش عايز. هو بيكابر، هو عارف من جواه ان هو بيعمل غلط، فانت المفروض ان انت ما تخليهوش يعاند فيك، ما تتعاملش معاه بشدة، انت المفروض ان انت ايه تتعامل معاه بالراحه وبلين. خلاص مش عاوز تصلي، خلاص براحتك، ايه عاوزك ان انت يعني تحسن وكده، وان انت تبدا ايه ان تقضي فروضك. مش عايز تتبرع بالدم، مش عايز تساعدني في ان احنا نروح نفرز الهدوم للايتام، خلاص جايز هو بيعمل خير اكبر من التبرع بالدم، جايز هو بيحط فلوسه كلها في مساعده الفقراء، ما تعرفش. هو الأفضل إن أنت ما تجبرش حد على حاجة، لأن صدقني الأرزاق بتاعت ربنا، ولو هو مثلا ما راحش عمل حاجة تساعده ربنا هيفتح له مليون طريق. أنت عملت اللي عليك وخدت ثوابك، مش لازم تحسسه إن هو حمار ومتخلف لأن هو مش هيعمل الحاجة اللي أنت عاوزها، تمام؟ مش لازم تحسسه إن هو أوحش واحد في الدنيا علشان مش هيعمل الحاجة اللي أنت عاوزها، لأن كل واحد بيكون شايف الصح من وجهة نظره بس، ما بيكونش داخل جوه قلوب الناس وعارف هما فعلا من جواهم بيعملوا خير ولا لا. في ناس ما بتحبش تتكلم عن الخير اللي بتعمله، في ناس ما بتحبش تعمل كده، هو شايف من جواه انه ما ينفعش يقول على الخير اللي هو بيعمله، هو حر، تمام. النقطة الرابعة بتقول ايه؟ عليك أن تفعل الأشياء التي تعتقد أنه ليس له. أي حد بيعمل أي حاجة يبقى أنت تقدر تعملها، أي حد يتعلم حاجة يبقى أنت تقدر تتعلمها، الفرق أنت بتحب إيه وهو ما بيحبش إيه. فلو مضطر أنك تعمل حاجة أنت فاكر أنك ما ينفعش تعملها، جرب تعملها. نيجي للنقطة اللي قبل الأخيرة عندنا، الأنماط التمثيلية، البصري والسمعي والحسي. يا إسلام أنت أجمد واحد في الباركور والله. فكرة إسلام بيلعب باركور كويس جدا لو حد عارف اللعبة دي، ولا لا لازم اديلك حقك. بيلعب باركور كويس جدا، وراجل يعني من الناس اللي انا نفسي ابقى زيها في الفتنس ونفسي اتعلم منه. الانماط التمثيلية، البصري والسمعي والحسي. بصري، الشخص ده بيتعلم قصدي هيكتشف من خلال ان هو بيشوف، بيحب يشوف. الشخص السمعي بيتعلم أحسن لما بيسمع. الشخص الحسي ده بقى سيبه يعيش براحته، لأن أنا حسي وعارف أنا بقول لكم إيه كويس أوي. الحس ده دايما تلاقيه إيه زي ما بقول لكم في كل مرة، الناس اللي بتحضر لي كتير دايما يقول لكم إحنا لازم كلنا نبقى حنينين على بعض، نحب بعض ونعمل مش عارف إيه، وكلنا دايما قلوبنا في قلوب بعض وإيدينا في إيدين بعض. مين من الشخصيات الحسية اللي احنا نعرفها؟ مين كان كده؟ مين فاكر الشخص ده؟ حد مشهور على فكرة. مين فاكر الشخص ده؟ مين فاكر الشخص الحسي ده؟ محدش فاكره؟ طيب خلاص أنا مش هقول عليك. عمرو خالد، يعني لا عمرو خالد بصري شوية، ان عمرو خالد يعني ايه، هو عمرو خالد بيجمع التلاتة. انا بقول ايه على الشخص الحسي، شخص مشهور حسي دايما بيقول ايه احنا لازم نحب بعض ولازم تكون ايدينا في ايدين بعض ونحضن بعض. طبعا الناس كلها عرفته دلوقتي، هي برافو عليك يا اسلام، تمام. تمام، الشخص ده فعلا كان بيستعمل الاسلوب الحسي جدا مع الناس. الشخص البصري، لا خلاص من غير تريقة يا اسلام. الشخص البصري، الشخص البصري ده شخص دايما تلاقيه سريع في كلامه. سريع في كلامه ازاي؟ يكلمك يقول لك علشان نتغير لازم يكون عندنا اراده وثقه ومثابره عاليه جدا. مين هنا عنده اراده؟ مين هنا عنده مثابره؟ مين هنا عنده ثقه؟ كله يرفع ايده، ولازم كلنا نسقف مع بعض، لازم كلنا نجيب بعض تضحيه قويه جدا جدا جدا. وتلاقيه ايه؟ متسارع في طريقه كلامه، ودايما تلاقيه ايه؟ طريقه نبره صوته عاليه. انما السمعي بيبقى بين البنين،
السمع ده تلاقيه لو انت بتشرح وهو قاعد ورا عمود ويقول لك ايه، تقول له انت مرتاح، يقول لك انا مرتاح، كمل انا سامعك، ويمكن يكون فاهم اكتر من الناس كلها اللي قاعده في المحاضره. تمام. طب اتعامل معاهم ازاي؟ لو انا واقف في محاضره اتعامل مع واحد رفع ايده وانا ما اعرفش ده وصل ولا سامع ولا حاسس، اتعامل معاه ازاي؟ هتكلم معاه اقول له انا سامعك وشايفك وحاسس بيك، هقول له ثلاثه. لو انا عارف هو ايه، اقول له انا شايفك او انا سامعك او انا حاسس بيك. هتلاقي دايما طريقه كلامه، اعرفه ازاي؟ هتلاقي دايما طريقه كلامه انا سمعت، انا شفت، انا حسيت، انا حاسس، انا شايف، انا سامع، تخيل، حس، اسمع، خلي بالك من الاصوات، خلي بالك الناس اللي بيقولوا لي ده السمعي، الناس اللي بيقولوا لي، الناس اللي شفتهم، في ناس كتير قوي انا بحس انهم كذا. تمام. بالنسبة اللي لازم يكون معاه حد يفهمه شخصيا ويوضح له، زي ما تقول مش بيفهم الا بالشرح الخاص بس، ده ايه؟ لا، هو ممكن يكون عنده بس مشكلة في الثقة بالنفس، ان هو ما يقدرش يقف قدام الناس ويقول سؤال مثلا، او ان هو ايه يتكلم قدام الناس، فبيكون ده مشكلته بس، ان هو نحلله حتة ان هو يتكلم، التوتر والقلق والخوف اللي بتجيله. بس اذا الانماط التمثيلية دي نبذة مختصرة جدا عن الانماط التمثيلية، ازاي اتعامل مع كل شخص بالطريقة التمثيلية، اتكلم معاه بطريقة كلامه. بس معرفتش اتعامل بطبيعتك، يعني احنا بشر يعني، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، معرفتش تعرف شخصيته، خلاص اتكلم معاه عادي جدا بشخصيتك انت، بس حاول تتقبل كلامه وحاول تتكلم معاه باسلوب لبق، حتى لو معرفتش شخصيته بيتكلم معاه باسلوب لبق. يعني انا اقصد ايه، ما تركزش قوي في ان كل اللي قدامك تعرف شخصيته ايه، احسن ما تركز ان اسلوبك يكون لبق وكويس معاه في الكلام. تمام. لان طبعا الكلام اللي بقوله ده يعني مش قرآن يعني. تمام. مش لازم تعرف شخصية كل حد، لو هو مش عاوز يعرفك شخصيته انت ما عمرك ما هتعرف. لما تقابل حد افتكر انك تسلم بإيدك، اتصال الأعين، نبرة صوتك، لما تكون بتكلم مع حد لازم تكون عينك في عينيه، نبرة صوتك تكون واضحة، ما تتنقلش في أوضاع جسمك كتير عشان ما تشتتهوش، ويقول هو مش عاوز يتكلم معايا، هو عاوز يسيبني، ما تحاولش تقنع أصحابك 100% لأن مش هيقتنع 100%، حاول تفهمهم 100% علشان تقدر توصل لهم. وانا واقف بتكلم قدام الناس خد بالي كويس قوي، من التوتر والخوف اللي ممكن يجي، اتكلم بوضوح عشان اغلب التوتر اللي عندي، لان لو اتكلمت بالراحة زي مثلا اول مرة انا وقفت اتكلمت فيها قدام الناس، كنت عامل ازاي؟ كنت بتكلم بطريقة غريبة جدا إلى أقصى حد، كنت بتكلم بصوت تقريبا ما حد سمعه غيري، صاحبك بقى 5 سنين وما فهمتوش لحد دلوقتي، أقرب واحد ليك، إيه يا عم إسلام أنت بالك طويل أوي. خلاص هو انا بقى، ما هو انت ايه، انت بتاكد على كلامي يعني، ان لو في حد فعلا مش عاوزك تفهمه، هو بقالك 5 سنين ما عرفتش تفهمه، هو كده ما بيحبش حد يفهمه، خلاص مش هيفهمه. تمام، مظبوط كده. فاتغلب على التوتر ازاي؟ عندنا الحته اللي ما بين السبابه والابهام، المنطقه الناعمه دي تدلكها دايما قبل ما تتكلم قدام الناس، تمرن الفك بتاعك على الكلام قبل ما تطلع المحاضرة، تتمرن على الكلام اللي انت بتقوله، تحرك الفك وتحرك لسانك داخل بقك، تحرك رجليك وجسمك كله، تحركه حركة هستيرية بحيث انك تحرك الدورة الدموية عندك، او تجري لمدة 5 دقايق قبل المحاضرة. ولازم كل يوم الصبح تعمل تمرين الصباح عشان تتكلم قدام كل الناس بمنتهى الثقة وجسمك ما يكونش متشنج. تمام. الخوف والقلق دايما بيروحوا في أول 5 دقايق، محدش يتضايق أبدا من إنه يتكلم قدام الناس، أعلى درجات الخوف في العالم التحدث أمام جمهور، ودايما بتتغلب عليها في أول 5 دقايق، وملهاش أي علاقة. يعني أنا من حوالي 6 سنين كنتش متخيل إن أنا ممكن أعمل لكم محاضرة دلوقتي، ولا كنت متخيل إن أنا ممكن أتكلم قدام ولد وأنا باصص في عينيه. تمام. أنا كان عندي كمية خجل وكسوف غريبة جدا، بس قدرت إن أنا أتغلب عليها. يعني مثلا لو اسلام، بما انك موجود يا اسلام، فاكر لما وقفت في المترو
في وسط المترو، عملت لهم ميتنج. اي نعم هو المترو كان فاضي شويه، بس ايه عملنا ميتنج. يعني اسلام من ضمن التيم بتاعي طبعا، انا واسلام عاملين تيم كده عندنا، وبنساعد الناس في ان هي تحسن من نفسها وكده. فانا مره محتاجين ان احنا نعمل ميتنج، قمت واقف في نص المترو عملت لهم ميتنج. انا عمري ما كنت اتخيل ان انا يجيلي جرأة ان انا اعمل حاجه زي دي، مستحيل كنت اعمل حاجه زي كده. واي حد معدي بتاع كنت بتكسف جدا، انما وقفت بمنتهى الثقه وكسرت الحاجه دي. ما كنتش متخيل ابدا ان انا ممكن اعمل حاجه زي دي، كنت اتكسف جدا. فانا بقول لكم ان دايما الحاجات دي بتروح على طول. هي عموما في كلنا، فينا كلنا، هي مش ممكن، هي اساسا فينا كلنا، وبتتغير حسب الظروف، حسب الظروف اللي جيلنا. يعني مثلا صدمه جات لنا ان حد مات مثلا لا قدر الله قريب مننا، فتلاقينا اتنقلنا شخصيه حسيه، بعد شهرين نفوق شويه نبقى سمعيه، بعد كده نبقى بصريه، حسب كل ظرف بيجي. تمام. وانت واقف بقى في المحاضره لازم تكون التلاته، لازم شويه تقلل من نبره صوتك وتعلى مره واحده، تمام، علشان تقدر تكفي التلات شخصيات. السمعي بيسمعك لو انت واطي او عالي، البصري بيحب انك تتكلم بسرعه وبصوت عالي واضح مش عالي، الحسي بيحب قوي انك تكون هادي تتكلم بهدوء وتستعمل الفاظ حسيه. تخيل معايا شخص كانش عنده اي امكانيات في حياته، وقدر ان هو يستشعر النجاح، وقدر يستشعر امكانياته المتاحة قدامه بعد ما سمع كل الاشخاص اللي حواليه، وقدر في سنة واحدة ان هو يبقى معاه فلوس، وانه استغل امكانياته اللي ربنا مديها له، وقدر ان هو يحقق جزء كبير جدا من النجاح اللي كان هو بيتمناه. علشان كده بقول لكم كلكم ان كل واحد عنده اراده وعنده مثابره يقدر ان هو يوصل للنجاح اللي هو بيتمناه وقت ما يكون عاوز. انت كده قلت لكم ده، انا ما كنتش محضره، انا جهزته كده انا قاعد دلوقتي علشان اوضح لكم ايه ثلاث شخصيات. لو انت عاوز تحكي قصه تستعمل تخيل، اسمع او سمع او حس، عشان تكفي ثلاث شخصيات. تمام. ممكن من تاني، انا اساسا مش فاكر انا قلت ايه. بقول لك انا ما كنتش محضر الكلام ده. انا بقول لك انت لما تكون بتتكلم مع حد قدام الناس مثلا، لازم تكون الثلاث شخصيات، وانت بتحكي قصه لازم تدخل الثلاث الفاظ فيهم، السمع والابصار والحس. تمام. علشان تكفي الثلاث انماط. في اي حد عنده اي سؤال؟ احنا كده انتهينا من تاني محاضره في الدفعه الثالثه من برايت يور فيوتشر المستوى الاول. بالمناسبه كنت عاوز اكلمكم شويه ان في ناس سالتني هو ليه اسمه المستوى الاول. هو في مستوى تاني هيتعامل باذن الله، هيكون اونلاين. تمام. انا مش هقول اسم الاكاديميه اللي هتتعامل فيها ولا هقول اي حاجه، انا بس ايه بعد اذن الاكاديميه هتبقى اوت لاين بس بتاع المستوى التاني. تمام. ممكن يا استاذه هدى؟ تمام. المستوى الثاني هيكون اسمه Protect Your Dream، بيتكلم عن تحديد الهدف. اول يوم هم 4 ايام، كل يوم 3 ساعات تدريبيه، هيكون اونلاين. وطبعا لو حسينا ان الوقت قليل وعايزين نزود هنزود براحتنا طبعا. تحديد الهدف هنتعلم فيه ايه؟ الاسرار السبعه للنجاح، ازاي اتغلب على المستحيل، ازاي اتغلب على العوائق اللي قدامي، استراتيجيات قويه جدا، حوالي 4 5 استراتيجية نعرف بيهم أنا مين وموهبتي إيه، تمرينات وورش عمل في تحديد الهدف، وهنحدد هدف فعلي خلال الدورة التدريبية في اليوم ده. هنحدد هدف وإحنا قاعدين بنتمرن، نحدد الهدف ده. التركيز والثبات الانفعالي هو تاني يوم، التغلب على التسرع وتشتيت الذهن، كيفية التحدث بطلاقة أمام جمهور والتحكم بالتوتر والخوف، سرعة البديهة والتغلب على النسيان، التحكم في الانفعالات والضغط العصبي، استرخاء والتأمل وكيفية عمل جلسات استرخاء، التحكم في الغضب، إزاي أتحكم في غضبي، التفكير الإبداعي، كيفية استخراج 1000 معنى من كلمة واحدة، إزاي أحل المشكلات اللي قدامي، ورش عمل. طبعا كل ال4 أيام كلهم في ورش عمل. رابع يوم هيكون عن القراءة السريعة، أسس القراءة السريعة، تفاصيل العين
ازاي اقرا كتاب كامل في ساعه، ازاي احافظ على تركيزي، استراتيجيات للقراءه السريعه، ورش عمل لتحفيز العقل الابداعي على القراءه السريعه. تمام. لا، هو الدوره دي مش مجانيه للاسف. تمام. هي الدوره دي ليها سعر معين. تمام. هو هي الدوره دي 90% منها عملي مع دراسه اسس العلم النظريه. طبعا هيكون عليها 200 كتاب الكتروني هديه، 200 كتاب الكتروني اول ما تخلص تدريب هتاخدهم، اختبارات تحليل شخصيه وثقه بالنفس، عضويه مجانيه في الاكاديميه اللي هتعمل فيها التدريب ده، طبعا مش هقول اسمها احتراما الاكاديميه. في اعتمادات طبعا هيكون توثيق من وزاره الخارجيه المصريه، جامعه القاهره، اكاديميه جون، اكاديميه ليستر، جامعه ميتشيغن، المركز الكندي كندا، كليه بوسطن امريكا. تمام. هيكون في اعتماد للي يحضر الدوره مجانا، او هيكون في اعتماد من الاكاديميه، اكاديميه مشهره مسجله في مصر، هيكون لك اعتماد، لازم تاخد اعتماد في الدوره اللي انت هتاخدها. تمام. يعني انت حضرت ومش عاوز شهاده، هتاخد شهاده برضو ايه مجانا، شهاده كويسه. تمام. في استماره للتسجيل، اللي عاوز يسجل فيها ممكن يكلمني على الفيسبوك، لاني مش هقدر ان انا ايه احطها هنا. يعني سعر التدريب هيكون كام؟ هيكون لو عاوز مني استماره او عاوز يسالني اي سؤال ممكن يبعت لي على اكونت الفيسبوك بتاعي. السعر هيكون $50 من خارج مصر، وداخل مصر 100 جنيه مصري اللي عاوز يحضر. تمام. اللي عاوز استماره التدريب يكلمني على الفيسبوك وهبعت له الاستماره. تمام. في اي سؤال تاني؟ العفو يا فندم. في اي سؤال داخل المحاضره؟ خدنا ايه النهارده يا جماعه؟ اتعلمنا ان انا اشجع اصحابي ان هم يتكلموا في الحاجه اللي بيحبوها وعن نفس، واديهم فرصه ان هم يتكلموا عن نفسهم. عملت ايه النهارده وهتعمل ايه؟ تخيل نفسي انسان ناجح باستمرار، النقد البناء للذات، وتعلمنا ازاي نتكلم مع نفسنا، مستويات التحدث الذات ومصادر التحدث وانواع التحدث مع الذات، وازاي ان انا ارسخ فكره جوايا، وتعلمنا الخطه اللي بتخليني ارسخ المعتقد الايجابي جوايا، تواصلي مع الاخر، المشاعر مطلوبه لكل الناس، ان انا لازم انشرها لكل الناس، الافكار تصبح اشياء، اكون محدد في افكاري واعرف انا رايح فين، ما اجبرش اصحابي على فعل الخير، الانماط التمثيليه، ازاي اتعامل لما انا بتكلم مع حد. تمام. في حد عنده سؤال؟ اي سؤال؟ باذن الله ميعادنا يوم 8 يناير الساعه 8 مساء.